بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هنسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح 3D أوتوكاد، والنهاردة هنتكلم عن الجيزمو اللي هي الإكس والواي والزد. زي ما شايفين الإكس بتبقى باللون الأحمر، الزد بالأزرق، الواي بالأخضر، تمام؟ اللي هي المحاور موجودة عندي هنا، ده المقصود بالجيزمو، الإكس والواي والزد. أنا عندي هنا في سيلكشن، هنا في موف جزمه وروتيت جزمه وسكيل جزمه وفي نو جزمه. دي لو انا دوست عليها كده بتشلي الجزمه من على الشكل اللي انا محدداه. طيب علشان ارجعها تاني هاجي اقول له موف جزمه، فبترجع لي تاني بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الجزمه بتظهر على الاوبجكت اللي انا محدداه لما انا بكون عامله لها شيدد. لو انا جيت عملت لها 2D واير فريم مش هتظهر عندي، تمام؟ طب انا هرجع تاني اقول له شيدد بالشكل ده كده، واجي ادوس على الشكل اللي عندي ظهرت لي الجزمه. طيب انا لو جيت قلت له موف جزمه، هدوس عليها بالشكل ده كده وادوس على موف جزمه، هاجي احرك الشكل بتاعي عن طريق الاكس والواي والزد. يعني عندي الاكس اهو، لو دوست على الاكس اللي هي بالاحمر بيتحرك معايا. ممكن انا اكتب الرقم اللي انا عايزاه، مثلا اقول له 4، حركوا لي 4، بيتحرك 4 زي ما احنا شايفين كده. نفس الكلام لو انا عايزه اعمل موف جزمه، بدوس على الاخضر بالشكل ده او بدوس على الازرق لو انا عايزه الزد، تمام؟ يبقى انا كده بحرك عن طريق الاكس والواي والزد. طيب انا لو عايزه احرك الجزمه ده على اي نقطه في الاوبجكت اللي عندي، باجي اقف عليها كده وادوس بيمين الماوس واجي اقول له ريلوكيت جزمه، اهي شايفين اللي هي دي، واجي احركه في اي مكان انا عايزاه. فانا مثلا عايزه احركه في المكان ده عند النقطه دي كده اهي، تمام؟ واجي من النقطه دي عايزه اعمل روتيت، هدوس هنا على جسمه واجي اختار هنا روتيت جسمه اهي، ظهر لي الاكس والواي والزد على شكل دوائر زي ما احنا شايفين كده، الاكس احمر والواي اخضر والزد ازرق. لو انا عايزه اعمل على الاكس بقف عليها بالشكل ده كده واجي احرك اهو الشكل باي زاويه انا عايزاها، مثلا 45 بالشكل ده. طيب لو انا عايزه الواي بدوس على الواي واجي احرك الشكل مثلا بزاويه 90 بالشكل ده كده اهو. يبقى احنا ممكن نحرك على اي محور من المحاور اللي موجوده عندي هنا. هنيجي نقول له اندو، يبقى احنا كده عملنا روتيت، هدوس عليه بالشكل ده اهو، تمام؟ طيب انا لو عايزه اعمل سكيل هاجي ادوس على سكيل جسمه، بكبر بصغر. زي ما احنا شايفين ظهر لي مكعبات اهي صغيره، دي اللي انا بكبر واصغر من عندها. فانا لو وقفت كده اهو اهو بيصغر بيكبر زي ما انا عايزه. انا عايزه اكبره 2 اضربه في 2، يبقى انا هنا استخدمت السكيل في اوبجكت، الاوبجكت ده عباره عن سوليد. طيب انا لو الاوبجكت ده عباره عن مش هعمل ازاي؟ انا هاجي ارسم مش سلندر اهي بالشكل ده كده. يبقى انا رسمت كده السلندر عباره عن مش، وهاجي اعمل لها سكيل. هنشوف الفرق، هاجي ادوس عليها اهي السكيل شغاله معايا، وهاجي اعمل بقى حوالين الاكس، شايفين بيكبر لي بس حوالين الاكس. طيب حوالين الزد نفس الكلام، حوالين الواي، تمام؟ عكس انا لو جيت عملت البوكس، البوكس لو دوست في اي محور فيهم بيكبر لي الشكل كله بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو، بيكبر لي الشكل كله. لكن هنا بالنسبه لي اي اوبجكت مش بيجي يكبر لي الاوبجكت حسب المحور اللي انا بختاره. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصل كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.